بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلاب الصف التاسع المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سوف نبدأ في الوحدة التاسعة، واللي بتتناول النسبة المئوية. درسنا الأول هو النسبة المئوية. في التمهيد، ظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة. أوجد 20% من العدد 200، هل هو 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60؟ هنشوف طريقة الحل. 20% من 200 معناها 20% ضرب 200. 20% نحولها إلى 20 على 100 ضرب 200 ونختصر، فيكون الناتج بيساوي 20 ضرب 2 اللي هو بيساوي 40. إذن الإجابة الصحيحة هي 40. في الكتاب صفحة 168، النشاط رقم 1، بدل الخدمة. يعطى عادة مقابل الخدمة التي تقدمها المطاعم إذا كان بدل الخدمة 10% من قيمة الفاتورة، وفي بعض الحالات يكون 20% مقابل الخدمة المميزة. رقم 1، أوجد بدل الخدمة إذا كان المبلغ 70 دينار. بدل الخدمة بيساوي 10 طبعا. بدل الخدمة عادي يعني 10%، ليست خدمة مميزة. 10% ضرب 70 يعني 10 على 100 ضرب 70 اللي هو بيساوي 7 دنانير. رقم 2، أوجد بدل الخدمة المميزة إذا كان المبلغ 80 دينار. الخدمة المميزة بياخدوها 20% مقابل الخدمة المميزة، يبقى 20% اللي هي 20 على 100 ضرب 80 اللي هو بيساوي 16 دينار. تدرب رقم 1 بنفس الصفحة. إذا كان سعر لوحة فنية 150 دينار وتم خصم 10% من سعرها الأصلي، فما قيمة هذا الخصم؟ طبعا هنشوف قيمة الخصم نضربه في المبلغ الكلي أو السعر، هيكون 10% ضرب 150 يبقى 10 على 100 ضرب 150 بيساوي 15 دينار. الكتاب صفحة 169 بيقول لي مثال رقم 1، باعت مكتبة 180 كتابا والتي تمثل 30% من كتبها المعروضة، أوجد عدد الكتب التي كانت في المكتبة قبل البيع. إذا العدد الذي بيع من الكتب هو 180، لكن عدد الكتب الكلي لا نعرفه، بل نريد في هذا المثال أن نجد عدد الكتب التي كانت موجودة في المكتبة قبل بيع ال 180 كتاب. الحل هنقول له طبعا النسبة المئوية دائما وابدا تساوي الجزء على الكل. المعلوم عندي في المسألة هو الجزء اللي هو 180 كتاب بيمثل كم في النسبة المئوية؟ يمثل 30%. يمثل 30 في الايه؟ في المية. اعوض بالنسبة المئوية تبقى 30% او 30 على 100. الجزء 180 كتاب، الكل هو س اللي انا ما اعرفوش، بضع مكانه متغير، ممكن اضع س او ص او عين او لام، اي رمز انا عايزه، طالما في النهاية هبحث عن هذا ما يقابل هذا الايه المتغير. يبقى على طول بنضرب الطرفين في الوسطين او الضرب التقاطعي، 30 ضرب س بيساوي 100 ضرب 180، اقسم على 30 للطرفين يبقى س بتساوي 180 ضرب 100 على 30 تطلع بيساوي 600. يعني عدد الكتب كلها، عدد الكتب التي كانت موجودة بالمكتبة هي 600 كتاب. عندي حل اخر، ممكن اقول له عدد الكتب المباعة بيساوي النسبة المئوية ضرب عدد الكتب كلها. عدد الكتب المباعة كم؟ 180 كتاب. طب والنسبة المئوية المقابلة لهذا العدد بتمثل كم في المية؟ تمثل 30%. وعدد الكتب الإجمالي معرفوش، اعوض عنه بسي. ابدأ احل المعادلة دي. يبقى 180 بيساوي 30 على 100 ضرب س، يبقى السين بتساوي 180 ضرب 100 على 30 اللي هو بيساوي 600. يعني عدد الكتب بيساوي 600 كتاب. صفحة 169، تدرب 2، باع محلل العطور 40% من الكمية المعروضة عنده والتي بلغت 360 زجاجة عطر، فكم عدد زجاجات العطر التي كانت لديه؟ نفس المثال السابق، النسبة المئوية بتساوي الجزء على الكل. المعلوم عندي في المثال هو الجزء وليس الكل، يبقى 40% أو 40 على 100 بيساوي 360 على س.
يبقى 40 ضرب س بيساوي 360 ضرب 100، اقسم على 40 يبقى س بتساوي 360 ضرب 100 على 40. بعد الاختصار حجد ان انا عندي في المحل 900 زجاجه عطر. تدرب 3. اثناء موسم التخفيضات اشترت شهد حقيبه كان سعرها 240 دينار. كان سعرها، يبقى السعر الاصلي كان كم؟ كان 240 دينار، وتم خصم 60 دينار من سعرها الاصلي، فما النسبه المئويه لهذا الخصم؟ فما النسبه المئويه لهذا الخصم؟ النسبه المئويه تساوي الجزء على الكل. الجزء عندي بيساوي كم؟ بيساوي 60، والكل يساوي 240. يبقى النسبة المئوية لا أعرفها، النسبة هنا هي المجهولة، يبقى س على 100 اللي هي هتطلع في النهاية س في 100 بيساوي 60 على 40 بالضرب التقاطعي، يبقى س ضرب 240 بيساوي 60 ضرب 100. أقسم على 240 للطرفين، يعني الس بتساوي 60 ضرب 100 على 240 اللي هو بيساوي 25%. يبقى شهد اشترت الحقيبة دي بتخفيض قدره 25%. نشاط 2، وهنتكلم في الجزء الباقي من الحصة عن تقدير النسبة المئوية. نشاط 2 يعتمد أحد الفنادق نظام بدل الخدمة نظير نوع الخدمة التي يقدمها. إذا كان بدل الخدمة 12% من قيمة الفاتورة، وفي بعض الحالات 18% مقابل الخدمة المميزة، قدر بدل الخدمة إذا كان المبلغ 58 دينار. بدل الخدمة طبعا إذا كان هنجيب بدل الخدمة بشكل دقيق، فهنضرب 12% ضرب 58، يبقى 12% ضرب 58 هو بيقول لي قدر بدل الخدمة، اعمل عملية تقديرية، والعملية التقديرية بتوصلني إلى ناتج قريب من الناتج الأصلي. نلاحظ أن الـ 12% دي بتساوي كم تقريبا؟ هي قريبة جدا من 10%. والـ 58 دينار قريبة جدا من الـ 60 دينار. يبقى أنا هنا أقدر أعمل عملية تقدير، أضرب 10% في 60 وأجيب عدد أو ناتج قريب من 12% ضرب 58. إذا بدل الخدمة يساوي تقريبا، لأن الناتج اللي هيطلع بعد التقريب هو ناتج تقريبي. 10% ضرب 60 اللي هو بيساوي 6 دنانير. إذا 12% من 58 دينار تساوي تقريبا 6 دنانير. قدر بدل الخدمة المميزة إذا كان المبلغ 92 دينار. طبعا الخدمة المميزة كانت كم؟ 18%. والمبلغ هنا كم؟ 90. أقدر أخلي 18% دي 20%، والمبلغ اللي هجيب عنه بدل الخدمة المميزة 92 أقدر أخليه 90. يبقى 12% بتساوي كم؟ بتساوي 20%، و 92% بيساوي 90 تقريبا 90. بدل الخدمة المميزة بيساوي 20% ضرب 90 اللي هو بيساوي 18 دينار. في الكتاب صفحة 170 مثال محلول بيقول قدر 24% من 81. 24% تساوي تقريبا 25%، وال 81 تساوي تقريبا 80، يبقى 25% من 80. هذا هو التقدير. 25% من 80 نخليها ضرب 80، و 25% نخليها 25 على 100 ضرب 80. 25 على 100 في أبسط صورة معناها 1 على 4، كلنا عارفين الكلام ده طبعا. 1 على 4 هي 25 على 100 ضرب 80 بيساوي 20. إذا 24% من 81 تساوي تقريبا، لأنه بيقول قدر في البداية، فبتساوي تقريبا 20. تدرب رقم 4 بنفس الصفحة، قدر 74.5% من 239. 74.5% تساوي تقريبا 75%، وال 239 تساوي تقريبا 240. كلنا عارفين ان 75% تعادل 3/4. تمام، هنكتب 75% من 240، وبعدين نكتب 75% ضرب 240، يبقى 75 على 100 ضرب 240، يعني بتساوي 3/4 ضرب 240 اللي هو بيساوي 180. إذا 74.5% من 239 يساوي تقريبا 180.
رقم اتنين، قدر 33% من 9.8. 33% تساوي تقريبا 33.3%. طب ليه اخترنا ال 33.3%؟ لأنها تعادل الثلث، لأنها تعادل الإيه؟ الثلث. طيب و89 تساوي كم تقريبا؟ تساوي 90. الحساب الذهني هنا مطلوب جدا، تلت ال 90 كم؟ يبقى إذا نضرب 33.3% اللي هي بتساوي 1 على 3 ضرب 90 بيساوي بعد الاختصار 30، أي أن 33% من 89 بيساوي 30%. تدرب رقم 5 صفحة 171. أعلن أحد المحلات التجارية عن خصم 11% على إحدى السلع. قدر قيمة الخصم إذا كان سعر السلعة 499 دينار. ال 11% تساوي تقريبا 10%، وال 499 تساوي تقريبا 500، يبقى 10% من 500 اللي هي بتساوي 10% ضرب 500، يعني 10 على 100 ضرب 500 بيساوي بعد الاختصار 50. إذا 11% من 499 يساوي تقريبا 50 دينار. تدرب 6. إذا كانت مبيعات شركة ما في أحد الأعوام 350 ألف دينار ثم انخفضت بنسبة 19% في العام الذي يليه، فقدر قيمة الانخفاض. 19% تساوي تقريبا 20%. 20% من 350 ألف يعني بيساوي 20% ضرب 350 ألف بيساوي 20 على 100 ضرب 350 ألف، بعد الاختصار تطلع 70 ألف. إذا 19% من 350 ألف بيساوي 70 ألف. صفحة 172. تمرن رقم 1. بيقول جهاز كهربائي سعره 120 دينار، وفي موسم التنزيلات وضع عليه خصم بنسبة 15%، فما قيمة هذا الخصم؟ عايزين نعرف هيخصموا قد إيه علشان لما نروح نشتري الجهاز نشتريه بكم. النسبة المئوية تساوي الجزء على الكل، يبقى 15% أو 15 على 100 تساوي س على 120. بالضرب التقاطعي نشوف س بتساوي كم، يبقى 100 ضرب س بيساوي 120 ضرب 15، يبقى الس بتساوي 15 ضرب 120 على 100. بعد الاختصار نجد أن س بتساوي 18، أي أن قيمة الخصم هتساوي 18 دينار، يعني احنا هنشتري الجهاز ب 102 دينار. رقم 2. تمرن رقم 2. سجل 50 متعلما في رحلة مدرسية إلى أبراج الكويت، حضر منهم 35 متعلما فقط، فما النسبة المئوية للحاضرين؟ طبعا النسبة المئوية بتساوي الجزء على الكل. عندي الحضور 35 والعدد الكلي 50، يبقى النسبة المئوية بتساوي س على 100 بيساوي 50 على 35 على 50. بالضرب التقاطعي س ضرب 50 تساوي 35 ضرب 100، يعني الس بتساوي 35 ضرب 100 على 50. بعد الاختصار هنعرف ان عدد الحضور كان 70%. صفحة 172. إذا كان 20% من متعلمي الصف التاسع في إحدى المدارس هو 42 متعلما، فما عدد متعلمي الصف التاسع؟ يبقى 20% من متعلمي الصف التاسع في المدارس هو 42 متعلما، كم عدد طلاب الصف التاسع في هذه المدرسة؟ يبقى عندنا النسبة المئوية تساوي الجزء على الكل. النسبة المئوية 20% تبقى 20 على 100. العدد المعلوم هو ال 20% أو ما يقابل ال 20% هو 42 طالب. العدد الكلي اللي هو ما عرفوش اللي هو أبحث عنه اللي هو س. 20% ضرب س ضرب تقاطعي بيساوي 42 ضرب 100، يعني الس بتساوي 42 ضرب 100 على 20. بعد الاختصار نجد أن عدد متعلمي الصف التاسع هو 210. صفحة 173. قدر 63% من العدد 45.
63% تساوي تقريبا 60%، 45 تظل كما هي 45، يبقى أنا عندي هنا 60% من 45 تساوي 60% من ضرب 45، أشيل كلمة من وأضع مكانها الضرب، يبقى 60 على 100 ضرب 45، 60 على 100 تساوي 3 على 5 في أبسط صورة. هنا نقدر نختصر بسهولة، على الخمسة فيها الواحد، على الخمسة فيها التسعة، 3 ضرب 9 بيساوي 27. إذن 63% من 45 يساوي تقريبا 27. تمرن رقم 5 بيقول لي قدر 19% من العدد 210، 19% تساوي تقريبا 20%، وال 210 تظل كما هي، 20% من 210 معناها 20% ضرب 210، يبقى 20 على 100 ضرب 210 اللي هو بيساوي 2 ضرب 21 بعد الاختصار بيساوي 42. إذا 19% من 210 بيساوي 42. صفحة 173، لوحة أثرية ثمنها 1450 دينارا، قدر 73% من ثمن اللوحة. 73% معناها 70%، و 1450 نخليها تساوي تقريبا 1400، إذا 70% من 1400 معناها 70% ضرب 1400 يساوي 70 على 100 ضرب 1400، يعني 70 ضرب 14 بيساوي 980. في حلول أخرى وتقدير آخر ممكن يوصلنا لرقم قريب جدا من هذا الرقم. إذا 73% من 1450 يساوي تقريبا 980. إذا قيمة التقدير تساوي تقريبا 980 دينار. بكده نصل إلى نهاية حصتنا، ونراكم إن شاء الله في الحصة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.